للمغرب مع الزميل كريم احمد ومعاه الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اتفضل كابتن الكبير كابتن ايمن شوقي كل نجوم الاستوديو التحليلي جمهور النادي الاهلي. الحمد لله يعني فضل كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا قدرنا نكسب بنتيجه مهمه جدا. يمكن النادي الاهلي هنا من 2017 فريق الوداد فريق قوي جدا على ملعبه، لكن الحمد لله ربنا كرمنا التركيز اللي كنا بنتكلم عليه والشخصيه وروح الفانيله الحمراء كل الامور دي الحمد لله بانت في ال 90 دقيقه. انا معايا طبعا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، مبروك يا طارق بيه. يعني مجهود كبير جدا بدايه من مصر، تحضيرات، امور عديده جدا، ربنا الحمد لله كرمنا النهارده نتيجه كبيره على فريق زي الوداد هنا في المغرب. حطينا كيف في الاجواء وقول لنا كده احساسك ايه النهارده بعد الفوز يا طارق بيه؟ الحمد لله حاجه جميله وحاجه فخر. كان اللعيبه رجاله قوي قوي قوي، البعثه من يوم ما وصلنا وكل البعثه مظهر مشرف وانضباط بقياده الكابتن محمود الخطيب، حاجه الحمد لله مشرفه. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي تستحق كده واعلى من كده بكتير دايما ان شاء الله. مبروك لزمايلي في مجلس الاداره، مبروك لكابتن محمود الخطيب اللي تعب جامد جدا من يوم ما جينا، مبروك للبعثه كلها، ما فيش حد من البعثه قصر، كل الناس بما فيهم الاعلاميين، يعني من الاول اداريين واعلاميين ولاعيبه، كله حاله من الانضباط غير طبيعيه. فالحمد لله كان ربنا كريم او معانا انها تكلل بالنتيجه الجميله دي، ويا رب احنا بنقول دي يا رب ان شاء الله وفرنا في الماتش الثاني وان شاء الله نجتاز النهائي ونحصل على بطوله افريقيا ان شاء الله. الاشياء المهمه جدا يا طارق بيه النهارده، يمكن احنا مجلس الاداره اشتغل بشكل كبير جدا، توفير طائره خاصه وده كان امر مهم جدا، تواجدنا في المغرب قبل المباراه باكثر من 4 5 ايام ده امر مهم جدا. على ما اعتقد المناخ الطيب ده ساعد اللعيبه بشكل كبير ان هي تحقق النتيجه دي. الحمد لله كل الظروف كلها، بس خد بالك ممكن يبقى الظروف كلها مواتيه والتوفيق مهزة، انما الحمد لله كان توفيق ربنا معانا جامد جدا من اول ما الماتش بدا. فالحمد لله كنا متفائلين جدا حتى طول الايام اللي فاتت بفضل ربنا، يعني حاسين الروح الجميله اللي فيها اللعيبه والبعثه كلها الحمد لله اصفرت عن الاداء الجميل والمكسب بتاع النهارده، وجمهور الاهلي يستحق اكتر من كده، وان شاء الله ربنا برضه ان شاء الله يوفقنا في ال 90 دقيقه الباقيه في القاهرة. تقول لكل اللعيبة على الأداء المميز ده ومنتظرين منهم لسه كتير، عندنا مهمة كبيرة 90 دقيقة ثم بقى المباراة النهائية اللي إن شاء الله بنتمنى يكون طرف فيها طارق بيه. لعيبة رجالة رجالة رجالة، اللي كان محسسني من أول ماتش إن شاء الله أن هنحقق نتيجة إيجابية اللعيبة اللي ما لعبتش، اللي قاعدة في المدرج، اللي كم الهتاف والتشجيع كأنها بتلعب في الملعب. يعني الجمهور النهاردة كان اللعيبة اللي ما لعبتش، الكم التشجيع لزمايلها في الملعب حاجة، هي دي النادي الأهلي. إن شاء الله خير وكلنا نرجع بالسلامة، وإن شاء الله ربنا يخلينا نعدي الماتش الجاي إن شاء الله على ألف خير وناخد بطولة أفريقيا العزيزة علينا اللي غايبة بقالها سنين. شكرا جزيلا، ألف ألف مبروك. بنبارك من جديد أكيد يا كابتن أيمن لكل جمهور النادي الأهلي. الحقيقة لعبتنا كانت رجالة النهاردة، في رسائلنا اللي فاتت كنت بكلمك على الإصرار والجدية والحماس ومدى تركيز لعيبة النادي الأهلي بشكل كبير، واتضح النهاردة أكيد يا كابتن أيمن في المباراة. شفنا قفشة بيطلع كبير جدا، علي معلول، ايمن اشرف، كل اللعيبه الحقيقه مش عايز انسى حد، لكن هي دي روح الفانيلا الحمراء. نتمنى ان شاء الله باذن الله زي ما عدينا ال 90 دقيقه نحضر لل 90 دقيقه القادمه اللي هتكون في القاهره. ببارك من جديد يا كابتن ايمن ليك لنجوم الاستوديو التحليلي لكل جمهور النادي الاهلي، ومستمرين معاكم بقى لحظه بلحظه بقى هنتابع بنين اللقاءات مع لعيبه النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. كل الامور دي ان شاء الله تكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي من هنا من استاد مركب محمد الخامس، وحتى وصلنا ان شاء الله القاهره هنكون معاكم لحظه بلحظه ننقل كل الكواليس والاخبار. عوده ليك من جديد يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، واكيد مكملين معاك لحد نهايه الاستوديو التحليلي. كابتن علاء، عايز